نشكر كل القائمين على العمل على هذا المهرجان، وكان مهرجان طيب ويبين الطيبة في الليبيين والمحبة والألفة. والمهرجان هذا نلقوا فيه كافة ألوان المجتمع الليبي وكافة ثقافات المجتمع الليبي بين الشرق والغرب والجنوب. طبعا هذا المهرجان هو طبعا من تقريبا سنة 2012، وهذه بالنسبة لي أنا ممكن المشاركة الخامسة، وكل مرة على مرة يعني نشوف وجوه طيبة ونتعرف على ناس طيبة، وفي النهاية يعني فعلا تحس روحك انك ليبي في المهرجان هذا. ان شاء الله دائما يستمر يعني البرنامج هذا، واحنا يجب لنا دائما نكرر هذا الامر حتى ما نضيعوش هالتراث هذا. هذا زينا وما فيش زي يدخل عنها اي منطقه اخرى، يعني اي بلاد اخرى، كل بلاد وزيها وتمام. وانا اليوم صراحه نشبح بالاجواء جميله كلها، فرحانه وسعيده، ونتمنى انه يعم الخير دائما على ليبيا كلها، تكون دائما جونا زاهي وليبيا زاهيه وما غير مشاكل وما غير اضطرابات، ونكونوا خوت كويسين نصلحوا بعضنا، والاصلاح طيب والمحبه طيبه. وهذه دعوه ان شاء الله لكل الليبيين، وانتم مشكورين جدا وبارك الله في الجميع. كل عام وانتم طيبين. بمناسبه اليوم الوطني للزي التقليدي، نبارك في هذه اللمه الاجتماعيه الطيبه اللي تعرف بتقاليدنا وعاداتنا الطيبه، اللي هي ان شاء الله ياخذوها الاجيال القادمه، واللي ما تكون متواصله مع الاجيال نحافظوا عليها ونباركوا بها ان شاء الله، وتكون خير سفير لنا في جميع دول العالم بالزي بتاعنا الليبي.